هي حلوه. تعالي تعالي بيك تعالي 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 عندي حلاوه حلاوه مصاصه بقلوب. لا ما ابي. طب اسمعي اسمعي اسمعي، تبين عروسه؟ عندي عروسه شعرها مكرونه، تبينها؟ تعالي تعالي. ماما اصلا ما تخلينا اتكلم مع احد غريب. انا اوري امك. طيب اسمعي اسمعي، عندي نت شبكته قويه. لا ما عليك، بعطيك بعطيك. استوت البقالة. شوفي تستني شوية. استنى إلا ما أنتها أنت توديني، كل شوية تقول انتظر انتظر، وآخر شيء تسحب علي. صرت أخوي يروح كل أخو أصدقاتي يودوهم البقالة إلا أنا. وأنا غلطت من إشاعية. أيوة. متى؟ قبل شوي. سدين فين؟ بابي! هذا وجب بابي! 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 بس مرة واحدة وكي مرتين ثلاث أربعة خمسة ستة والسلطان بدي البقالة. بابي! تزم ما بي أصلا. يا ولد يا أخي الحمد لله هالأسبوع، أقسم بالله أول مرة أحس إني أسوي خير لدرجة شفيك؟ يا حبيبي الأسبوع هذا أنا يا نجال ذا الشعف الحارة نتفهم تنتيف نتفتم تنتيف لين بكرة. كنا عبيد الله استاذي بالله استاذي أبو أمك خلاص والله ما عدت. إيه جلدتم كلهم جلدتم واحد واحد. أنا كلمت أسبوع كيه أسبوع. علاش أخوي؟ أو كان هلب يسار تبي سامعك تتكلم عربي ترى، انا بس ابغى منك استفسار تساعدني. لو سالك حبيبي تعرف انا عندكم نيو بالاريا وابغى بس سكن وسياره تقدر تظبط. سياره يا ود؟ عندي لك سياره من اخر الدولاب حمراء شرطك، وهي الدعسه لين سبعه كرين. الان نطلع ناخذ ابوي تسوق امه سياره ما تشتغل حتى. ابوي في الحاله دي اي حاجه من ارخص تك 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 يا البط على طول تشتغل معاك. طيب السكن طيب يمديك؟ بيت يا ود عندي البيت، ارتبك في بيت شرطك من سبعة لسبعة بلازما. البيت واسع غزلان، مو واحد ولا اثنين ثلاثة يجروا فيه. لك وجه تغني بعد رامي اهلنا هنا؟ والله مو عاجبك يا حبيبي غيرك صندق ما حصل، خذ جوا وقوم اجلس هناك. شو ما شاء الله يا ود هذا اللي حافظه انت عارف من فين؟ يا ديك يا ما يبيعوا زيه، يلا يا واد قوم.